نقاشنا اليوم سيتناول الضغوط الغربية والعربية للقبول بالأمر الواقع الذي فرضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس. تسريبات من هنا وضغوط من هناك كلها تصب في إطار القبول بما يسمى بصفقة القرن، والتي يعتبر قرار ترامب حجر أساس فيها. ما صحة هذه الضغوط وما هي السبل المتاحة لمواجهتها؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي أحمد جابر. أستاذ أحمد، ما الذي يحصل أستاذ أحمد؟ يعني مواقف شاجبة في العلن وموافقة في الخفاء. أولا برأيك ما هي صحة هذه التسريبات والضغوط التي يتم الحديث عنها؟ أولا المعلومات صحيحة من زاوية أنه في إعلان اللي هو إعلان ترامب حول موضوع القدس، في صمت عربي شبه يعني شبه كامل، خلينا نقول بهذا الشكل، وهذا أعطى دفعة إلى الأمام للتمادي أكثر فيما يتعلق في موضوع القدس. يعني إن كان هلأ مش بس عاصمة، يعني صاروا حتى بدهم يهاجروا السكان منها حتى تصير يعني عاصمة زي ما كانوا بيقولوا عاصمة أبدية وموحدة، وبالتالي بدها تكون بيور، الناس اللي فيها كلياتها من نوعية واحدة، إذا بدوا يتبقى فلسطينيين فيها بدهم يكونوا محدودين. هذا الموضوع كله ناجم عن الموقف الرسمي العربي، واللي هو عمليا في إذا ما قلتش فيه تشجيع بس بده يكون في نوع من الصمت عن كل ما يجري. لنبدأ مثلا بالتسريبات المصرية التي تحدث عنها صحيفة نيويورك تايمز، والتي قالت أن هناك ضابط مخابرات مصري قام بالتواصل مع شخصيات فنية وإعلامية وأعطاهم توجيهات الدولة المصرية بالقبول ضمنا أو الترويج أيضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما مصر رسميا ومن خلال هيئة الاستعلامات قالت بأنه الموقف الرسمي المصري تم الإعلان عنه، وتم أيضا يعني إثباته في القرار، مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن. يعني في كثير من المسائل إذا الواحد واقف قدامها بلاقي أنه في بعض الأمور علنيا ما بيعلنوها رسميا، لكن بديش أقول من تحت الطاولة، لكن بشكل غير مباشر تطرح المسائل بالطريقة اللي حكيتي فيها. على سبيل المثال المؤتمر القرار تبع مجلس الأمن الدولي حول موضوع القدس، ما كان يعني كانت اللي أعدته مصر واللي قدم وزير الخارجية المصري، لم يتطرق إلى موضوع ترامب يعني بشكل مباشر وأمريكا، حتى ما يكونش في أي نوع من الموقف اتجاه أمريكا، فبالتالي صار محصور في موضوع القدس، فبالتالي يعني تمكنت أمريكا تمارس حق الفيتو ضمن هذا السياق. يعني صحح لي، يعني لو كانت مصر ذكرت في هذا القرار الولايات المتحدة لم تكن الولايات المتحدة قادرة على استخدام لا تستطيع الفيتو. طبعا لا تستطيع، هذه معلومة مهمة جدا. فضمن هذا السياق بتلاقي أنه في تبرير الموقف الأمريكي، في انسجام كامل مع الموقف الأمريكي رسميا، أنا بحكي على المستوى العربي وخصوصا مصر مثلا، بعض البلدان الخارجية وخصوصا السعودية إلى آخره، لكن بيحاولوا يعني مثلا مؤتمر المصغر لوزارة الخارجية العربي اللي عقد في عمان. سنأتي على هذه النقطة، ولكن نبقى في موضوع التسريبات أيضا. يعني برأيك أستاذ أحمد، يعني أقنعتك هذه التسريبات؟ سمعت يعني الصوت أو التسريبات الصوتية التي نشرتها قناة فضائية، والتي يعني أولا أسألك عن إن اقتنعت بها لجهة يعني الأشخاص الذين تم التواصل معهم، من جهة الحجم والتأثير. يعني أولا أنا يعني حتى أكون واضح ما سمعت التسريبات، بس الواحد مقدر أنه بده يكون في تسريبات وبده يكون في مباحثات من وراء الطاولة، بده يكون يعني كثير من المسائل عمليا بدها تتم. هذه التسريبات يعني لم تتناول الصف الأول مثلا من الإعلاميين، تناولت بعض الإعلاميين المغمورين مثلا. صحيح، وهي بتبين وكأنها هي وجهة نظر شخصية، يعني بالتالي أخذت هذا المنحة واتخذت هذا الموقف، علما لما بيكون في موقف رسمي جاد بيجوا هدول الناس بوقفوهم وبحاسبوهم، فلما ما في أي محاسبة لأي كان معناته في تشجيع للآخرين لأنهم يستمروا تحت يعني شعار انه كل انسان فيه له رايه وبالتالي بيقدر يمارس
حرية الرأي بالشكل أو بالطريقة اللي بلاقيها مناسبة. نعم، لنأتي الآن على الاجتماع الوفد العربي الوزاري المصغر الذي حصل يوم السبت، والحديث عن الضغوط على وزير الخارجية الفلسطيني للقبول بأمور ما ورفض أيضا للاقتراحات التي قام بتقديمها. لو تطلعنا عن تفاصيل أكثر عن ما جرى في هذا الاجتماع. يعني أولا هو انعكاس لمؤتمر وزراء الخارجية العربي العقد في القاهرة، واللي طبعا لم يتخذ أي قرار. اللجنة المصغرة اللي هي ضمنا كل الأعضاء اللي فيها مثلا مصر على علاقة مع العدو الصهيوني باتفاقات كامب ديفيد، السعودية ضمنا يعني ماشي في عملية العلاقات، بس طبعا حتى الآن لم تظهر، يعني لم تظهر بشكل علني وكامل. الإمارات نفس الشيء، يعني بمعنى آخر الأردن طبعا في اتفاقات وادي عربي، الفلسطينيين في اتفاق أوسلو، يعني شو بقي؟ يعني ضمنا أي قرار بده ينجم عن هذا المؤتمر أو المؤتمر المصغر لوزراء الخارجية العرب لن يخرج بأي شيء جدي. يعني هلأ لما أنتم بتستنكروا موضوع ضم القدس، طب الاستنكار هذا شو بتطلب؟ بتطلب أنه تاخدوا موقف كدول على الأقل من السبع، مثلا السفير الأمريكي في هذا البلد أو تلك، حتى نجي نقول له نقدم احتجاج كامل نعبر فيه عن موقفنا لرفض الخطوة اللي خطاها الرئيس الأمريكي. عمليا كل هاي المسائل لم تتم. إذن شو المطلوب يعني بالنسبة لهذا القرار؟ أنا بقول هي لضر الرماد في العيون، لكن فعليا كلهم موافقين ضمنا على ما يجري فيما يتعلق في موضوع الأسر في موضوع فلسطين. يعني تفعيل قرارات قمة عمان عام 80 ولمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها إلى القدس، وأيضا اقتراحات أخرى قام بتقديمها وزير الخارجية الفلسطيني. برأيك أستاذ أحمد، ما هي السبل المتاحة اليوم لمواجهة كل هذه الضغوط الغربية؟ سنتحدث أيضا عن الضغوط الأمريكية بالتحديد، وأيضا العربية من جهة أخرى. يعني على الأقل لو في موقف جدي، أنا قلت في البداية استدعاء للسفير الأمريكي، أي دولة بتتخذ أي إجراء يجوا يعملوا عملية مقاطعة معها، إن كان مقاطعة اقتصادية ولا مقاطعة دبلوماسية. لا، أنا أتحدث اليوم بما أنه هناك ضغوط عربية رسمية، يعني هذه الدول لن تقوم بالمقاطعة ويبدو أن موقفها أصبح واضحا. أتحدث عن السبل المتاحة ربما شعبيا أو سبل أخرى. يعني المسألة الأساس هي فعلا الموقف الشعبي، يعني بتمثل في المحور المقاومة، واللي طبعا عبر عنه اللي هو السيد حسن نصر الله، وقال انه بده يتشكل محور المقاومة، وهذا المحور بده يضم يعني مقاتلين من العراق، مقاتلين من اليمن، لبنان، حتى ايران طبعا هي بتدعمه وبتساند الى اخره، بالاضافة الى الفلسطينيين. هذا الموقف يعني بحد ذاته إذا كان في خطوات عملية بيتخذها ممكن يكون في لها دورها وتأثيرها. لماذا لم يتخذ هذا المحور الذي تتحدث عنه موقف حتى الآن واضح وصارم بعد مرور كل هذا الوقت على قرار؟ يعني أنا برأيي مربوط غير المواقف المعلنة خطابيا. أنا برأيي مربوط في الوضع الفلسطيني نفسه. لو فصائل المقاومة الفلسطينية اجتمعت واتخذت قرار في تصعيد العمل النضالي وممارسة أشكال النضال ضد العدو الصهيوني، وما نجي نحصر نفسنا ونقوقع نفسنا في موضوع القدس، موضوع فلسطين ككل كله يعني هي المشكل، وبالتالي موضوع القدس محصلة حاصل. فضمن هذا السياق لما الموقف الفلسطيني بياخد خطوات عملية وبيبدأ يمارسها، بتلاقي كل الأطراف الأخرى اللي هو ضمن محور المقاومة كمان بدأت تتحرك. بشكل سريع أستاذ أحمد، معنا دقيقة، انعكاس اليوم توقيف أو تجميد المساعدات الأمريكية لوكالة دعم اللاجئين وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ما هي يعني الانعكاسات المباشرة لمثل هذا القرار الأمريكي على الفلسطينيين؟ يعني أكيد هذا بيأثر على الشعب الفلسطيني بالنسبة للمساعدات العملية اللي بتتقدم له، مع أنها هي لا تشكل شيء، يعني إذا بدنا ناخدها بالمقارنة يعني بحجمها، يعني لما بتيجي حتى كل الإعاش اللي بتتقدم للفلسطيني، بس هي الجانب الأساسي فيها موضوع التعليم، موضوع الطبابة، وهذه يمكن هي الأهم. لكن المفروض تيجي بعض البلدان العربية اللي عندها إمكانات كبيرة تيجي تقول كل النقص اللي عمليا بيصير نحن قادرين نعوضه ونعوض الشعب الفلسطيني، حتى يكون هاي إحدى مقومات الصمود لإله، حتى يقدر يستمر في عملية مواجهة يعني كل ما يجري. مع الأسف الشديد هذا الشيء لم يحصل. هذا المفروض أستاذ أحمد. شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية.